السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا سبرين بالبصل والتوابل، فلفل أسود وكمون وملح، يعني حاجة من الآخر. أحلى سمك من عند الشيف هشام، وأحلى أكل. ودي طبعا معانا بالصوص الأحمر. وطبعا رجعنا لكم تاني، ودي برضو بعد ايه ما خلصت في التحمير وكده، خلاص خلصت خالص كده، اتحمرت البصل بالتوابل وكل حاجة. وألف هنا على اللي ياكل.